بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا طلاب الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس مادة لغتي الخالدة. الموضوع الرسم الكتابي، رسم حرفي النون والياء منفردين ومتصلين بخط الرقعة، صفحة 68. نشاط تمهيدي، انظر إلى حرف النون والياء في هذا الخط. من محاسن التقنية في العصر الحديث أنها وسيلة للتعلم عن بعد. ننظر إليها جيدا ونقارنها بالخط التالي. من محاسن التقنية في العصر الحديث أنها وسيلة للتعلم عن بعد. حرف النون نجد أن النقطة متصلة في خط الرقعة. ننظر إليها في آخر الكلمة متصلة، أما في وسط الكلمة فانظر إليها وانظر إلى الكلمة التي فوقها في خط النسخ. نجد أن النور لها أحرف زائدة وهو وجه الحرف، وكما تقولون هو السنة التي تخرج من الحرف. ننظر إلى حرف الياء في التقنية في خط النسخ، نجد أن تحت الياء نقطتين منفصلتين، أما في خط الرقعة فتكتب الياء النقطتين متصلتين. أيضا نجد أن الياء في آخر الكلمة كما في، ونجد أن الياء في آخر في أول الكلمة كما في كلمة الحديث. أي نعم الياء تقع في وسط الكلمة لكنها بدأت لأنها لا تتصل بما قبلها. وسيلة، نجد أن الياء في كلمة وسيلة أيضا تحتها نقطتين متصلتين. وحرف النون في عن. أكمل الجزء الناقص في كل حرف مما يلي بالجزء المظلل المناسب من ما في الدوائر. نجد أن حرف السين يتكون الجزء الأول منه من حرف الباء، من حرف الباء، والجزء الثاني الذي يظهر أمامنا الآن من حرف النون، وهو هذا الجزء من حرف النون. نجد أن حرف الصاد يتكون الجزء الأول منه من حرف الفاء، والجزء الثاني من حرف النون. أيضا حرف الياء يتكون الجزء الأول منه كما تشاهدون من حرف النون، زي ما انت شايف الجزء الأخير من حرف النون، همزة ونون. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن حرف النون يدخل في تكوين السين والصاد والياء والشين والضاد، يدخل في تكوين هذه الأحرف. أسمي الحرف المشترك في كلمات الشكلين التاليين وألاحظ موقعه في كل كلمة. كلمة بنت، حرف النون أين يقع؟ في وسط الكلمة. وفي كلمة نفق، حرف النون يقع في أول الكلمة. وفي كلمة أتقن يقع في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. إذن الحرف المشترك هو حرف النون. أما الحرف المشترك هنا الياء، نجد أن الياء في وسط الكلمة في كلمة بين. كيف كتب؟ النقطتين متصلتين في حرف خط الرقعة، وفي كلمة يد كما تشاهد في أول الكلمة، وفي آخر الكلمة أيضا نقطتين متصلتين وهو حرف الياء. النون والياء في النسخ يرسمان على النحو التالي، في حرف خط النسخ يرسمان بالشكل التالي. نون كما تشاهدها، النقطة غير متصلة بالحرف، النقطة غير متصلة بالحرف. بين، ألاحظ بين صورتي النون والياء منفردين ومتصلين بخط الرقعة. حرف النون كما تشاهد في خط الرقعة، النون الحرف يتصل أو النقطة تتصل بالحرف. أيضا هنا هذا خط رقعة، هذا يكون في آخر، أيضا في آخر الكلمة. الياء كما تشاهدها رأس مستدير، رأس صغير مستدير، رأس صغير مستدير، هذا هو رأس الهمزة المستدير. صورة النون والياء متصلتين،
تتصل في أول الكلمة في هذا الشكل النون، وفي وسط الكلمة بهذا الشكل، وهنا في آخر الكلمة متصلة أيضا، وهنا في آخر الكلمة متصلة. أما الياء نجدها بهذا الشكل في أول الكلمة، كما كلمة يعد، وكلمة بين في وسط الكلمة، وصحي في آخر الكلمة، وفي كلمة في. ده بالنسبة يا أحبائي لخط الرقعة، حرفي النون والياء بخط الرقعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.